طبعا علي المخلدي الشحي هو قائد الفرقة اللي موجودة هني واللي بيكلمنا أكثر وأكثر يا حسين عن مشاركته هني في جناح الفوعة واللي يقدمونه من فلكلور جميل ورائع. مساك الله بالخير أبو حسن. الله يمسيكم بالنور والسرور يا أخي منصور وكل من يتابع هذه الشاشة الجميلة، ومتشرفين أن نكون وياكم. أكيد نحييكم من فرقة المخلدي الحربية ومن مهرجاننا الغالي مهرجان الشيخ زايد التراثي جناح الفوعة، وهاي مشاركة فرقة المخلدي للسنة الثالثة على التوالي بهالمهرجان بتقديم عروض فن اليولة والحربية بشكل خاص، إضافة إلى عدة فنون أخرى من ضمنها فن العيالة وفن العازي وفن الندبة. يا سلام عليك، نتمنى لك التوفيق إن شاء الله أخوي علي، وإن شاء الله المشاركة هذه تثمر جهودها في المهرجان. نحن لكن عندنا مسابقات وعندنا ألعاب نارية إن شاء الله بعد في انتظارنا. شاكرين لك هذه الوقفة وشاكرين لك هذا اللقاء. ولكم كل الشكر والود، شكرا دائما مبدعين، الله يحفظ أحبابك. طبعا حسين ومريم. Yeah.